رشيد أميري كنا ما غنبقاوش نسولو ونعيطو لأنه عينا نعيطو. دكتور رشيد نتمنى انك غير تكون غير بخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح النور. صباح النور. اش هاد الغبرة في التليفون؟ نسيتي السيلونسيو؟ لا عندي الإشكال كنت مريض شوية هاد الويكاند. ما يكون بأس. لأن كان عندنا مؤتمر طبي نحن فيه شوية، كان عندنا في تطوان وعندنا الناحية كمان من الحسيمة طنجة الشوان وزان، كان مؤتمر يعني جهوي وتعبنا واحد شوي ومع واحد أزمة برد والعياء. وأعتذر منكم وأعتذر من جميع المستمعين الكرام لأنه شرف لي باش ندوز عبر الأمواج الوطنية التاريخية، وشرف لي باش نكون مع الأخت جيهان. شكرا لك بك دكتور رشيد، نتمنى غير تكون على خير. هذا هو اللي مهم عندنا. حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى. حمدا وشكرا لله. الحمد لله. والأمور ملي كتدوز بخير والنجاح كيكون يعني في هاد النشاط كتحس بان حتى العيا كيجي بحلاوته، كيجي حتى العيا كتجي بفرحته. الحمد لله. لما جيهان في الحياه تتكون عندنا طموحات وكتكون عندنا احلام، ولكن ملي ربي كيحقق لك او كيعطيك اشياء اكثر من داكشي اللي كنتي كتحلم به، يمكن لك الا تحمد الله سبحانه وتعالى. ربي عطانا بلادنا، عطاتنا المواطنين، عطاونا وما فيها باش نرجو واحد شويه لهاد البلاد. وخدمتنا وكفاءتنا وجهودنا ومجهودنا وتمارتنا دكتور رشيد. صحيح. التمارة تتمارى الواحد كيضربها باش يوصل دكتور رشيد، هذيك هي الحلاوه ديال النجاح. ولكن الا ربي بغاك توصل لواحد الحاجه غيسهل لك الطريق وغينور لك البصيره ديالك. اكيد اكيد. البصيره وكيعطيك واحد الوالدين صالحين عاود كيربيوك، هذا كله اشياء كنحمد لله ربي سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يبعد عليك لي ضوضان، يبعد عليك دوك لي ضوضان، ويبعد عليك السكوت. السكوت زوينين زوينين زوينين، كيعلموك الحياه كتعلم في هاد الحوايج. كالملح كالملح في الطعام. انا كنقول لهم هو هاد المشاكل او سوء تفاهم ممكن داخل الاسره او مع الاولاد هو بحال الملح في الطعام. بعد ما داك بيتي تيكسيتون داك لي بيتي بروبليم دو بارفو سي دي بيتي تيكسيتون دو لا في، يخليك تاخذ واحد الشحنه وحده اخرى تعاود النظر واش انت غادي في الطريق الصحيح او ماشي غادي في الطريق الصحيح. وبالعكس كالملح ما خصهاش تكون كثيره، لان بحال الملح في الطعام اللي كتكون كثيره عاود كتعطينا مشاكل صحيه وحنا تنعرفوها. وبالمناسبه الملح هو راه غنهضروا عليه بالنسبه للملح البيضاء المسنين بالنسبه للاشخاص. شوف هو هو ما خصناش نفوتوا واحد النسبه ديال 7 غرام في النهار ديال الملح. ملي تلقاو باكيت وحده كميره كما تقول كميره فيها 5 غرام وحده فيها 5 غرام، وحنا خصنا ما نفوتوش 7 غرام في النهار. المغاربه المعدل المغربي 12 غرام في النهار. هذه هي الملح. اذا شيء اللي هو يعني خطير وخصنا نوقفوا له واحد وقفه التامل، وربما نرجعوا له في الحلقات اللي غنهضروا له في هذا الاسبوع ان شاء الله. ومره اخرى اعتذر منك واعتذر من المستمع الكريم. طيب احنا ما ندخلوش في الموضوع مباشره ولا في صلب الموضوع، نتكلموا على الشيخوخه وشنو هي الشيخوخه والامد الحياه ديال الشيخوخه، ولكن غنجيو لنهايه الموضوع دكتور رشيد امير. وبغي غنبداو هو انه فعلا كل اسره مغربيه عندها رجل كبير ومراه كبيره في الدار. كاين نصائح اللي هي مهمة خاصة تعطى لهاد الناس من الناحية النفسية والمرافقة دكتور رشيد أمير، قبل من الناحية التغذوية اللي غنتكلموا عليها طيلة هاد الأسبوع، شنو ممكن تعطي لهاد الناس يعني كأسرار النجاح، يعني هذا التواصل ما بين الكبير وما بين الصغير؟ يعني الرجل الكبير كيولي صغير في خريامه، كيولي بيبي، كيولي نفسيته ضعيفة مهتزة حساسة، يبكي على أقل حاجة. في صغره كون شفتيه راه سبع، وفي كبره كتلقاه ضعيف جدا دكتور رشيد أميري. أختي جيهان علاش كنقول لك الحلاوة باش نكون معك على 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 الأثير، هو هاد برنامج صحي ولكن عنده واحد الطابع خاص فلسفه كان شكرك اللي كتدعيني باش ندوز معاك. طبعا 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 انا بغيت نرجع لواحد القوله ديال المغفور له الحسن الثاني، لان واحد انا شخصيا معجب بديك الشخصيه. نعم. واحد الانجاب كبير جدا. شنو قال؟ قال نهار المجتمع ديالنا وليو فيه دار العجزه بالمفهوم الغربي ماشي المفهوم ديالنا، هنا هذه خصنا نشتغلوا عليها حيت عندنا دار العجزه في المغرب كاينه وعندنا في تطوان، ولكن ماشي بنفس الطابع ديال دار. انا من الوقت اللي كنت في فرنسا واحد الوقت اشتغلت في واحد دار العجزه في فرنسا، وهنا كاينه دار العجزه في تطوان. كاين فرق كبير في العيش اللي تعيشوا في هذيك العجزه. في دار العجزه في فرنسا اللي انا نعتبر مثال كنت
تعيش كل واحد بوحده تقريبا العجوز او العجوزة تقريبا تتعيش بوحده. هنا دار العجزة في المغرب تعيشوا كأسرة ماشي كان تحيز ولا لا، هذا واقع. حسن تاني الله يرحمه قال نهار يكون عندنا دار العجزة قولوا سلاما على المغرب. هذا شيء مهم جدا. وبالوالدين إحسانا واش عارف نربي شنو وصى هذوك الوالدين اللي كان كيحلم بك قبل ما تجي للوجود. كان كيحلم بك قبل ما تجي للوجود. ملي قربتي كيتزوج هو كيتزوج المرأة ولا الرجل هو تحلم بالأولاد بالإضافه لأنه بغي يكون أسرة، ولكن ملي كتسول واحد الشخص باش ندير الأولاد صحيح باش يدير أسرة، ولكن باش ندير الأولاد يعني كيستعد نفسيا واجتماعيا واقتصاديا. ندير علاش نرجع؟ ندير علاش نرجع؟ راه ماشي ليا، ندير علاش نرجع لوليداتي؟ ندير قبر الحياة لمن لوليداتي؟ ما ملي كنقول قبر الحياة كان غالبا كنديرو انا مثلا شخين بالدار حتى كملت 40 او 45 عام عند الدار. 45 واش كطامع غنعيش 45 سنة أخرى؟ الله أعلم، هذا العلم الغيب. ولكن الدنيا كتقول ما غنعيش. إذا ملي تندير الدار تديرها للولاد. أي واحد تيقول هو دير الدار تلا جاب الله الماء ما تخليش وليداتك تخليهم بعدا تحت شي سقف قبر الحياة. إذا نعم، إذا هاد الشخصين جوج اللي تيفكروا لك هاد التفكير والوقت اللي هما غيحتاجوك، وأقول غيحتاجوك معنويا ونفسيا أكثر ما غيحتاجوك ماديا. نعم نكون واقعيين، هذا هو اللي خصنا نتفاهم دكتور رشيد. نعم ما ماشي بالضروري يكون باك محتاج لك ماديا باش تمشي عنده. وسمحي لي غنعطيك واحد المثال ونعطي لك شخصي. الوالد كان موظف عادي، موظف يعني الامكانيات كانت محدوده. من بعد الحمد لله ولا مزيان، حنا انا والخوت ديالي الحمد لله. واحد المره معايا هنا في تطوان غادي في السياره غنمشيو نتعشى، وقال لي انا اللي غنخلص اليوم وربي شاهد، هو راه في دار الحق وانا مازال. قلت له ابا حشومه اهانه. قال لي شوف اولدي، قبل كنت ملي كنبغي نجبد 1000 فرنك من جيبي كنقلب الجيوبه كاملين باش نجبد 1000 فرنك. دابا الحمد لله وبكم وليت فين ما كندير يدي كنلقى 100 درهم، وخليني نصرف هاد 100 درهم. ما كانش محتاج، ولكن لابد من التفاته للوالدين. الله يرحمه الله يرحمه. كان عندي صديق مزيان نهضرو في هاد المواضيع. نعم نعم. وقال له سوء تفاهم مع والدي، قال له 6 شهور ما مشاش هو في مدينة أخرى، ما مشاش لعند والديه 6 شهور. جا عندي جلس معاه، هذيك الساعة أنا مازال في الدار البيضاء، مازال يلا تخرج تفك في الدار البيضاء، كنت دخلت في فرنسا مع المغرب. المهم هو كان في مدينة في الصحراء وجا، وفي العرض ما يمشي لدارهم كيفكروا واش غيمشي ولا ما يمشيش. جالسين تشينا وجالسين، قلت له فلان، قال لي نعم، قلت له ما غاتمشيش للدار؟ قال لي مازال كنفكر. شحال ما مشيتيش؟ قال لي شي 6 شهور او 7 شهور. قلت له افترض واحد الشيء مزيان ناخذوا العبره من هذا الكلام. قلت له لين فري مشيتي؟ ولا غدا كانت الجمعه. قلت له لين فري مشيتي غدا؟ وصل وقت الغدا، ماما كحطات السكسو كتسنى باك، ما دخلش. قلت لها الوالده الوليد، قالت لك الوليد مات هذه 4 شهور ودفناه. ما احساسك؟ قفز قفز. تعمدت ندير له هاد ليش دوكا، يعني كتصرفقتيه الا بغينا نقولوا بالدارجه. انا بغينا نقولوا قلت له منين وفرت مشيتي؟ والوالده جاب السكسو كتغدى وما كاين مشكل. الوالد تعطى الماء، الوالد مات هادي 4 شهور ودفناه. اشنو غد الفعل ديالك؟ وما اكثر الحكايه بحال هادشي. اذا نرجعوا للوالدين محتاجين واحد المصاحبه نفسيه ومصاحبه اجتماعيه. هذا بغيت المستمعين يعرفوا هذه المساله. علاش؟ لانه بعض المرات وهذه حالات اللي كنلاحظوها سواء في دار العجز هنا او في دار العجز الخارج، على الناس اللي كنكبروا تيدوزوا من بعض الاشياء ما يسمى بليزافيسي، دوك ليزاكسيدون فاسكيلو سيريبرال، كيكونوا صغيورين. هذوك الحوادث اللي كيكونوا في المخ صغيورين تيعطيو موت ديال بعض الخلايا في الدماغ. ما تنحسوش بهم. نعم. ولكن ما حدهم ما تيكثروا والانسان الذاكره ديالو كتنقص. نعم. المعامله ديالو كتنقص. نعم. كيولي بليز اغريسيف، كيولي يعني حاد. نعم. فيه واحد شويه العنف بسبب ديك لي ميكرو اسكيمي اللي تيكونوا عنده في الدماغ ديالو. حنا تنقولوا وهذا مالو كبير ولا في هذه الحاله، واش سكر واش مالو معصب ومالو، ولكن حنا ما خديناش بعين الاعتبار هذاك
هذه مسألة طبيعية واللي هو تقدر تكون طبيعي. نعم. نزيدوا مسألة أخرى وهذه مزيان نهضروا عليها. نعم. على أنه أنا الإنسان عندنا الكتلة العضلية والكتلة الدهنية. ما حدنا حنا كنكبروا في العمر وديك الكتلة العضلية كتنزل. هذا بحكم الطبيعة بحكم التطور الطبيعي العادي. نعم. العضلات كينقصوا. علاش الإنسان تيبان لك كان صحة وتيضعف. نعم. كتنقص العضلات. نعم. وتتزاد النسبة ديال 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 الدهنية. نعرفوا غير باش ما نطولوش نعرفوا على أنه حنا كنخزنوا تقريبا أنا 70% من الماء في الجسم ديالي. هذيك 70% جلها كاين في العضلات. كتكون في العضلات وبالتالي ما حدني أنا نسبة العضلات كتنقص والمخزون ديالي ديال الماء تينقص. نعم. نعم. إذا ما تنقصش نخزن الماء، إذا أنت تولي محتاج للماء أكثر. على الأقل هذاك الوالدة ولا الوالد ديالي اللي كيولي ما كيهتمش على الأقل نعطيه يشرب الماء. نعم. نعم. على الأقل كل ما كل فترة نجيب واحد الكويسبا نقول لها الوالد ولا الوالدة شرب. من اللي غيكون جالس بوحدو ما غيفكرش يشرب. ما حد هو ما تيشربش هو تيزيد الاجتفاف لا ديزيدراتاسيون. نعم. لا ديزيدراتاسيون كتكون في جميع الأعضاء. نعم. بما فيها المخ بما فيها أيضا تنزيد نكثر له ديك المضاعفات اللي جاتو بحكم التطور العادي ديال 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 ديال, ديال, ديال الجسم. ما حنا كنطور كما قلنا وحنا عندنا مشاكل. نعم. كتجي مجموعة من الأعضاء. نعم. بما فيهم هذه المسألة اللي ذكرت الآن اللي هي الكتلة العضلية كتنقص والكتلة الدهنية كتقطع وبالتالي نسبة الماء في الجسم كتنقص. إذا إلا فكرت غير كل مرة نجيب الوالد ولا الوالدة كاس الماء غنكون سجلت واحد الخدمة كبيرة وكبيرة جدا. غنشربوا وغنبعوا من معرفتك دكتور رشيد أميري كاس بكاس طيلة هذا الأسبوع إن شاء الله في 39 دقيقة معك مختص في التغذية العلاجية ومرض السكري بمدينة تطوان. سعدت ديال الناس ديال تطوان بك دكتور رشيد أميري، سعدتهم بك دكتور ومعرفتهم بك سي رشيد. Why is she a master spoon? Why is she a master spoon? Yes, Spider-Man.